التكريم يكون من قبل مدير شباب الرياضة لولاية ورقلة. بالنسبة للعدد المشاركين 607 دوك العدد الإجمالي بينهم 45 إناث و 662 ذكور. السباق هذا كان مضمار من أحسن ما يكون، عجبني بزاف وسهل عليا السباق والحمد لله كانت نتيجة مشرفة بالنسبة لي. السباق كان في المستوى من ناحية العدائين ومن ناحية الميدان، والتنظيم كان في المستوى في السباق الواحات، الحمد لله يا ربي تحصلت على المرتبة الأولى.